يعني حراسه المرمى ما اعتقدش. يعني خلاص انت حاسم الشناوي. طب اقول يعني انا خلاص محمد الشناوي. محمد الشناوي. محمد الشناوي ده ما فيش مشكله. ما فيش مشكله عليه. انت عندك دلوقتي عندك طرفين، هل هو هيبدا باحمد فتحي وعلي معلول في اليمين وفي الشمال، ولا هيخلي محمد هاني هي هو السؤال دلوقتي ناحيه اليمين عندنا محمد هاني وعندنا احمد فتحي، ناحيه فتح. الشمال اعتقد علي معلول. علي المعلول ما فيهاش مشكله. فهنا الاختيار ما بين احمد فتحي وما بين محمد هاني. احمد فتحي على مستوى الخبرات خلينا نتكلم، ممكن يكون بالنسبه له مباراه محتاجه خبرات شويه. لو انا بفكر بنفس فايلر هاخدها من جزئين، هختار الجانب الخبرات، والجانب ان احمد فتحي عنده خبرات، والجانب ان احمد فتحي المباراه اللي فاتت لا باس بيها. تواجده في الملعب في مباراه زي دي مهم جدا، انت عارف ان اللعيبه الكبار وانت يعني شفت ويبقى برضه بيشد. دي جزئيه بيشد في مواقف بتحصل في الماتش بتخليك محتاج حد ايه محتاج يفوقك ويشدك ويعني دي جزئيه. الجزئيه الثانيه محمد هاني. محمد هاني من اللعيبه المميزه جدا على المستوى الهجومي. لعيب صغير في السن، يعني ممكن مجهوده يكمل لاكثر من 90 دقيقه لو في وقت اضاعه، وقت ضايع كتير. فالعلاقه ديت او المقارنه دي اعتقد ممكن، انت شايف ممكن تروح لمين، لصالح احمد فتحي ولا محمد هاني؟ لا بالوضع كده لصالح محمد هاني. لصالح محمد هاني. يعني انت في اعتقادك هيبدا من محمد هاني. طيب علي معلول طبعا خلاص اتكلمنا عليه. هنيجي لمشكله السردباكين. عندنا اصابات كتيره جدا جدا. وعلى فكره يا كابتن هاني، دي من الجزئيه اللي ما زال النادي او المدير الفني بيبحث لها عن حل. يعني ايه حتى في البحث، يعني ما اعرفش، يعني هو التركيز طبعا في التعاقدات والصفقات بيتم على مستوى خط الوسط وخط الهجوم. انت ناسي جزئيه الاخطر، ان هو انا عندك لاعب مميز في الخط الخلفي، وانت يعني خدت لعبت فتره ولعبت شويه صغيرين وسافرت خلاص طرت بره. لا لعبت كمان المركز ده فتره طويله ومركز مهم جدا طبعا. ازاي يبقى عندك لاعب يمتلك مش عينين اربع عيون؟ ودي كان اللقطه اللي ادت منحت الاهلي في فتره التفوق، كان كابتن عماد النحاس لو تفتكر الفتره اللي لعب فيها كان عامل شغل كبير، لانه كان حاجات الاساسيه اللي بتبني من ورا للفريق اللي قدام، وكان بيعرف ينقل الكوره بسرعه جدا. انت عندك النهارده ايمن اشرف، وعندك ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم، وعندك مين تاني؟ احنا عندنا سعد سمير، بس سعد سمير لسه برضه لسه ما رجعش. ورامي ربيعه. ورامي ربيعه برضه يعني يمكن. يعني عندنا ثلاثه، رامي ربيعه، وعندنا ايمن اشرف، وعندنا ياسر ابراهيم. اعتقادي الشخصي يمكن خلاص هو يعني اعتقد أيمن في المباراه ايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معمول. نص الملعب برضو يعني عندنا لعيبه مميزه كتير، يعني في ديانج، وفي عمرو السوليه، وعندك حمدي فتحي. دول الثلاثه نختار منهم اثنين على اساس لو لعب اربعه. حاسس انه هيلعب بثلاثه في نص الملعب، وده يمكن شفناه من خلال بعض المباريات اللي فاتت كان يعني بيلعب بثلاثه نص الملعب. يلعب بحمدي فتحي وديانج وعمرو السوليه، وده ممكن يكون هدفه ان هو يعني يقفل شويه او يبقى عنده كثافه عدديه في وسط الملعب شويه، ان عنده ثلاثه في وسط الملعب طبعا. يعني بس دي ما بتجيش على حساب واحد من الاثنين. يعني انت لو لعبت بالثلاثه دول هتيجي على حساب واحد من الخط الامامي مثلا، وكان بيلعب بقفشه، لكن ممكن هتيجي على حساب الطريقه 4 2 3 1. يبقى انت ما عندكش اطراف. يعني انت لو لعبت 4 3 3 يبقى انت بتدخل، يبقى ما عندكش اطراف. طيب. هتعتمد على الاطراف. طيب. على طب هل هو انت حضرتك كنادي كبير او مدير فني يعني حاجه فارق وبيدرب فريق بحجم النادي الاهلي، بتاخد يعني بمعاك لعيب هو كل مهمته حاجه واحده، ولا ما عندك ميزه للعيب الجوكر اللي بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم وبيؤدي ادوار اخرى من الذكاء؟ حمدي فتحي لو في حالته تعتبره من اللي يقدر يقوم لك بدور يعني ايه مهم جدا. يعني هو راح اشرح يعني 10 دقائق في ربع ساعه في ثلث ساعه، هو ممكن يفكر التفكير ده، يعني ممكن يفكر وممكن يعمل حاجه غير اللي احنا بنقوله ده كله، ويلعب بديانج ويلعب بعمرو السوليه. طيب ممكن جدا. وفي الحاله ديت هي تتوقف على طريقه اللعب البدايه، هتلعب 4 2 3 1 ولا هتلعب 4 3 3. لو هتلعب 4 2 3 1 خلاص اعتقادي عمرو السوليه وديانج دول اتنين في نص الملعب، وبالتالي هتبقى الثلاثه اللي قدام. هما لخبطناش انت ما نحسش في الماتشين اللي فاتوا، مش لخبطه، هو كان بيحاول برضه بيحاول في جارة. حاجات يعني ايه. شوف قفشه وداه فين، جابه هنا ده اللي بكلمك عليه. انا بص هو بيدور على حاجه على فكره.
بيدور, بيدور على شكل معين, على شكل معين, وبيدور على حاجه يسند. هو عنده لسه لغايه يعني, عاوز اقول لك على حاجه, في مشكله لغايه دلوقتي هو فايدر او النادي الاهلي لسه رقم 10 ما ظهرش. صانع الالعاب, صانع الالعاب يعني قفشه يمتلك امكانيات, يعني قفشه عاوز ايه, عاوز خلاص يعني المفروض خلاص بقى ثبت قفشه بقى في الجزئيه دي وتديله كل الحريه انه يبقى الشغل كله عليه, انه خلاص انت ما عندكش, انت محتاج حد يدور لك الكوره. انت خدت فتره نجمك في تدوير الكوره في المنطقه دي كان عبد الله السعيد, صحيح, خلاص طبيعي جدا ماشي, مش عبد الله السعيد خلاص امر طبيعي. هنفترض مثلا مش اتصاب عبد الله السعيد اصابه وقعد فتره كبيره جدا غايب عن الملاعب مثلا, دايما يبقى عندك انت هنا ايه, عندك هنا بحضر. هل هو هنفترض انه لعب بالاثنين وهيلعب قفشه, هيلعب قفشه 10 رقم 10 مثلا, طب الطرفين, انا وجهه نظري انه لازم مارس سليمان يبدا برضو. حاجي مع حضرتك واقول لك عندك خيارين زي ما اتكلمنا على محمد هاني واحمد فتحي, عندك التفكير ان طبعا وليد سليمان لعب كويس, طيب انا استفيد من وليد سليمان ب 30 دقيقه الاخيره, وده شفناها باجزاء كتير, استفيد بيه ل 30 دقيقه الاخيره, ولا ممكن جدا ان وليد سليمان ما يقدرش يكمل 90 دقيقه وبالتالي اشركه من الاول علشان تحسم الامور واخرجه في الشوط الثاني. بلاش انا عاوز ايه, لا ما ديت برضو ما ناخد بس حاجه, بلاش ترجع, بلاش تستنى لغايه ما ترجع, بلاش حكايه تنتظر لغايه الشوط الثاني لغايه ما تضمنش الشوط الاول يحصل فيها ايه. يعني على فكره انت لاحظت حاجه في البدايات, بدايات المباريات تبقى فيها في حاله عدم تركيز, يعني ايه, يعني في حاجات كده هنات بتجيلك بتديك انذار تاخد بالك. يمكن بدايه في ماتش الانتاج الحربي كانت مباخته في اول دقيقتين ثلاثه, انت سرحان في ايه يعني مساله. فانت هل هنا هتستنى وليد سليمان؟ انت مش تستنى, انا بتكلم انت وجهه نظرك تستفيد من وليد سليمان, لا بدايه المباراه, بدايه المباراه, بداية المباراة طبعا. انا برضو هتكلم معاك في النقطه دي, ان وليد سليمان يبقى عندنا قفشه وليد سليمان ناحيه اليمين طرف شمال, عندك دلوقتي عايزين طرف شمال يعني وينج شمال وراس حربه. على فكره برضو لسه جيراردو لسه كان النهارده كان عنده يعني اتمرن لوحده, وكان عنده برنامج تاهيلي شويه عشان الشد اللي جاله. فانت عندك مش هقول لك ازمه, لكن عندك حلول. الحل الاولاني انك ممكن تلعب, وانا وجهه نظري دي ان اجايه يلعب ناحيه الشمال لانه بيمثل قوه وبيمثل دويتو هايل جدا مع علي معلول, فالخط ده قريب من بعض. احنا بنتكلم على ناحيه اليمين وليد سليمان مع محمد هاني او احمد فتحي, ده دي جبهه. اتكلم ناحيه الشمال علي معلول, وكلنا شفنا ان في اريحيه وفي تفاهم واضح ما بينه وما بين اجاييه. طب لو حطينا اجاييه نحط بادجي كراس حربه ولا مروان؟ لا بادجي, بادجي لا طبعا بادجي, اديله بقى الثقه وارميه بقى. انت عاوز تكتشف قدرات ولا جايبين بادجي؟ احنا قعدوا وننزل نص ساعه, لا طبعا انا عاوز احكم عليه دلوقتي بالظبط. يعني بغض النظر انه يعني المنافسه على مسابقه الدوري يعني ملامحها واضحه, لكن انت مهم جدا تحضر للي جاي, انك انت بتحضر للي جاي. اذا انت انتظرت وقعدت بقى يعني تتحفظ خلاص, انت يبقى انت مش عارف, انت عندك مشكله وانت المفروض تبقى يعني اجرأ في حل ليها. يعني مساله الهجوم بقت مشكله في يعني في الفتره الاخرانيه. يعني هو ادي بيتش خلاص, انت اديته في ماتش اسوان صحيح, خلاص اشركه في المباراه على الاقل مع قوه البنيان وجسمه ده يعمل لك حاله من الضغط على دفاع المنافس, صحيح, يعمل لك شك. فانت ادي ثقه وارتفاع, ويعني بص يعني ممكن يصنع لك وممكن كرات العاليه يعمل فيها يعمل مشكله. يعني كمان ياخد وبادجي كمان ممكن جدا نستفيد بيه جوه ال 18, لان انت لو لعبت بنفس الطريقه ان عندك طرفين علي معلول طبعا ما شاء الله عليه مع جونيور اجايي ناحيه الشمال عامل لك جبهه كويسه وبيطلع كروسات كويسه, ناحيه اليمين ايا كان بقى محمد هاني مع وليد سليمان او احمد فتحي برده نفس القصه, ان الدنيا بتبقى فيها كروسات كتير وبالتالي هيبقى في كثافه كمان عدديه, لان متعود انه في الحاله ديت هيبقى موجود في ال 18 هيبقى موجود جوه وليد سليمان, لو احمد فتحي من الناحيه دي هيبقى موجود لو بادجي, لو هو فكر مثلا عمرو السوليه يلعب باحمد فتحي ومحمد هاني مثلا, احمد فتحي يبقى ورا قدام مثلا, لو فكر هو مثلا يعمل حاجه زي كده كانوا في حساباته برضو. ايه كلها وجهات نظر يعني, اكيد ايه هو عارف نفسه انه خسر مباراه السوبر, خسرها ازاي
وكانت فرصته ان هو اكبر وضيع الفرقه ضيعت عدد من الفرص كتير جدا ما حسمتش عشان كده المباريات الكبيره الفريق اللي يستطيع ان يستفيد من كل الفرص اللي بتجيله هو اللي بيحسم المباراه. التفاصيل الصغيره في المباراه بتبقى مهمه جدا. ده حقيقي. الكرات الثابته